نحن اليوم في دوار هيشر في مكتب اسمه التقدم 2. خدمنا معاهم البروجي هذا نتاع اكاديمية الطفل المواطن بعد ما كانت لي دو بروجي تلانسيت من مؤسسة ياسمين اللي هي كانت المشرفة عليه من اول ما بدا، معناها من اللي كان ايدي دو بروجي حتى ليكش لليوم، من تمويل من البريتش كونسل. بعديك جينا المدرسة لهنا تحت اشراف المديرة نتاع المدرسة ومدام أميرة، كوننا حوالي 125 طفل، أعمارهم لهنا كانت معناها محدودة، السيبل نتاعنا كان 6 سنين. كانت زادة دورة تكوينية نفسها اللي هي ترسيخ السلوك الحضاري لدى الأطفال، أما كان معناها بشكل جديد إنه كل مرة نخرجوا تلامذة لبرا، إنه كل مرة نحكيو معاهم حكاية، إنه متوريهم الحكاية معناها سور تيران شنو ينجم يوصل بها، شنو ينجم يعمل. اليوم نحن لهنا مرة أخرى، أما مش في دورة تكوينية، في مبادرة ميدانية دامت مدة ساعتين. المبادرة الميدانية هذه حاولوا إنه الصغيرات هذوكم منير نتاعهم هما عاملين لهم هكايا فراشات، عاملين لهم هكايا عصافير وكل شيء، هزوا لافتات. اللافتات هذو مكتوب فيهم انا نظفت قدام قسمي وانتي وقتش. بعدها صارت المبادرة الميدانية اللي نحن عملنا دورة في المدرسة، هزوا معناتها الفضلات اللي هما ديجا لقاوهم مقبل كسوسوا هما ولا غيرهم، لمدوهم، خرج نزل لبرا. بالحق عجبتهم برشا العباد، برطوم معناها أول مرة تصير في منطقتنا لهنا حكاية كيف هناك، أو معناتها اللي هما إلي بوغ الحكاية هذيا. وإن شاء الله يغدوك آخر دورة تكوينية باش تصير 25 طفل جديد، وباش تصير الكلوتور والمدرسة باش تاخذ معناتها علينا البروجي هذايا.